وتزامل مع كابتن شطة النجم الكبير. مش هقول اسمه، لكن خلي كابتن شطة بقى هو اللي يقول الو يتكلم. الو يا استاذ. السلام عليكم يا كابتن شك. عليكم السلام. عامل ايه يا شطشوط؟ قول تاني كده، قول تاني كده شطشوط دي. عرفت مين؟ كابتن مختار، ازي حضرتك؟ ايه مخ؟ معلش يا مختار، الميكروفون هنا مخلي الصوت شويه تخين يعني. ازيك يا شطشوط؟ ازيك يا مختار؟ ازي صحتك؟ ربنا يبارك فيك. عايزينك تيجي برضه في البرنامج ده عشان تحكي يا كابتن مختار. ازي حضرتك يا فندم؟ اخبار حضرتك ايه؟ والنهارده طبعا مبروك فوزك على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء، اعتقد المركز الخامس دلوقتي يا كابتن مختار، مظبوط؟ والله هم بيقولوا كده. ربنا يخليك يا استاذ. ربنا يبارك في حضرتك يا كابتن. طبعا يعني شرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره في وجود واحد من النجوم الكبار ايضا في النادي الاهلي، كابتن مختار. مختار يعني اعتقد ذكريات كبيره يا كابتن، وذكريات كثيره جدا مع كابتن مختار، مع كابتن شطه طبعا. طبعا شطه تقريبا كل الفتره اللي انا قضيتها كنت انا مع شطه يعني. لدرجه ان احنا كنا في اوقات سيئه جدا انا قاعد معاه في البيت على طول. واحسن حاجه بتاكلها يا مختار كان هي بيض بايه؟ كان ايه؟ استاذ في عمل البيض بالبسطرمه. هو اللي بيعمله؟ استاذ. بس قبل ما يتجوز طبعا. طبعا. دلوقتي تلاقيه ما بيعملش حاجه. هو ومحمد عامر وحمدي جمعه كانوا حقيقه موجودين بسرعه. وماهر حمام. كنتوا قاعدين عند، كانوا قاعدين عند حضرتك؟ انا ساكن كنت قريب للنادي، فكانوا بيجوا من بدري يعني نقعد وبعدين نيجي التمرين مع بعض. الحقيقه كابتن مختار برضه كمان من اللعيبه الحقيقه من يوم ما جه من اسكو يا كابتن اسلام ما لعبش احتياطي لحد ما بطل. كل المباريات اللي لعبها، كل الماتشات الحمد لله يا مختار. الحقيقه من الناس اللي انا يعني بامانه كان لعيب محوري لهيدوكوتي. فكان حقيقه يعني من الحقيقه. كان بيلعب على شمالك كابتن مختار؟ كان بيلعب على الشمال. كابتن انا مش اشول، بس كنت بلعب من ناحيه الشمال. طب يعني ازاي تيجي يا كابتن برضه؟ ما هو ده. لا انا كنت بلعب بالرجلين الاثنين، فده كانت الامر البسيط بالنسبه لي ان انا العب يعني. وخدت تقريبا الخط من فوق لتحت ومن تحت لفوق. الخط دوت الحمد لله قضيت فيه بشكل كويس يعني. اهم مكان يميز الكابتن شطه يا كابتن مختار ايه؟ شطه كان لعيب من اللعيبه اللي يعني بلغه الكوره كده ثقيل. شكرا يا مختار، شكرا. شكرين. هي كلمه ثقيل وحشه بس. لا ما حلوه، ثقيل حلوه. هو لسه قايل كده من شويه برضه، خلي بال حضرتك يا كابتن. لا كان يزهق اي حد. يعني مثلا يعني كان له يعني حاجات خاصه كده. لعيبه كمان معينه يعني مشاهير بشكل كبير جدا وكانت امكانياتهم عاليه جدا، كان شطه تقريبا بيلغيهم يعني. ما شاء الله عنده، دي كان خاصيه هايله جدا جدا يعني. مين شبه كابتن شطه دلوقتي يا كابتن مختار في الجيل الحالي يعني في النادي الاهلي مثلا؟ لا ما اظنش في حد شبه شطه. بقول لك حاجه كانت لا فعلا صحيح يعني مفيش شبه لشطه خالص. صعب تلاقي الكاركتر ده. النوعيه ديت يعني طبعا يعني اكيد الامور. وبعدين خلي بالك برضو طريقه اللعب دلوقتي ما بقتش يعني ما فيهاش كده. صح. ما فيهاش كده يعني. مختلفه شويه، فاكيد برضو عشان كده ما بيصطنعش هذا اللعيب يعني. كابتن مختار، اهم بقى المواقف اللي حضرتها والبطولات الكتيره اللي خدتوها مع بعض في ظل وجود هذا الجيل الاسطوري الحقيقه في النادي الاهلي. احنا بفضل الله يمكن ما كانش في سنه بتمر ان احنا لازم ناخد بطولات. يعني دولي وكاس وبعدين للاسف احنا برضو افريقيا احنا ما وعناش ليها قوي. في الاخر يعني احنا كان الفكره اللي موجوده عندنا على افريقيا كانت فيها غلط كبير جدا. كنا يعني متخوفين من افريقيا كانت فيها يعني كان في اصابات كتيره جدا بتجيلنا في ماتشات افريقيا، فالامر دوت كان يعني عامل يعني خوف ولعب للاعبين وكذلك كمان للادارات. لان احنا يعني الوعي بتاعنا بصراحه يعني كاجمالي احنا كنا بعاد جدا عن افريقيا، برغم ان افريقيا دي هي طبعا طريقنا للعالميه. بالظبط. الامر طبعا اكيد ان احنا كنا مقصرين في تقسيم كبير جدا. اول ما وعينا للكلام دوت واول ما خدنا يعني اتخذت القرار ان احنا بقى لا لازم نبقى لينا باع في افريقيا، الحمد لله اظن ان احنا اشتركنا يمكن سنتين قبل سنه 82
السنتين دولت احنا ادينا فيهم اداء بشكل كويس، والسنه اللي قبليها اللي هي 81 وصلنا للدور قبل النهائي، بس في ظروف سياسيه حصلت كده انسحبنا من الدور دوت يمكن في موت الرئيس السادات، فالامر دوت يعني كنا قريبين. لكن ثاني سنه اللي هو سنه 82 ابتدينا بقى نشتغل في افريقيا وابتدينا نركز فيها بشكل كبير جدا، وخلي بالك افريقيا خلي بالك يا اسلام في الوقت ده قويه جدا جدا جدا، لان الاحتراف بره ما كانش موجود صح. افضل صح. افريقيا كانت موجوده في الانديه، كانت الامور مختلفه عن دلوقتي. صح خالص. صح قدير جدا، خصوصا افريقيا يعني افريقيا اللي هي بعيد افريقيا السمراء يعني السمراء يعني كانوا لعيبه طبعا على اعلى مستوى، وكانت فيها نجوم كبيره جدا جدا جدا. ويمكن السنه اللي احنا اشتغلنا فيها ووصلنا فيها النهائي وخدنا فيها البطوله، يعني الفرقه اللي احنا خدنا منها البطوله كانت فرقه يعني فظيعه، افريكا سبورت كوتوكو يمكن طبعا ده كان شرف ليا واكيد شرف للجيل بتاعي كله، ان هو كان اول بطوله خدها خدناها في افريقيا كنا احنا اللي موجودين فيها، ودي طبعا اكيد ان هي اي شيء بيبتدي ب يعني ال 1000 ميل بيبتدي بخطوه بسيطه. مظبوط. الخطوه دي احنا ابتديناها، وده اكيد ان ده شرف كان لينا يعني جميع اللاعبين اللي كانوا موجودين في هذا التوقيت، يعني لان هم احنا بعد كده من هذه البطوله خدنا نادي القرض. مظبوط. اكيد ان ده امر اكيد ان هو كلنا بنفتخر بيه، واي حد فينا يعني له فخر كبير جدا ان هو من الجيل اللي ابتدى هذا الامر يعني. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن مختار، واتمنى ان حضرتك تكون معانا في حلقه على الهواء مباشره في برنامج سهره مع تحكي لنا برضو ذكرياتك و يعني فتره طويله حضرتك قضيتها داخل النادي الاهلي. ان شاء الله اسلام. انا بشكر حضرتك، وكابتن شطه طبعا بيشكر حضرتك. شكرا يا مخ. ان شاء الله اتقابل ان شاء الله يا مختار باذن الله. شكرا جزيلا نجم الكبير كابتن مختار.